السلام عليكم ورحمة الله. ممارسة الكذب من طرف السلطات الجزائرية كل يوم تجر الجزائر في فضيحة. آخر فضيحة هو أنه وكالة الأنباء الجزائرية ورئاسة الجمهورية يزوروا تصريح ل السيدة أنجيلا ميركل اللي كانت وجهت رسالة تتمنى فيها الشفاء العاجل لتبون لا أكثر ولا أقل. وإذا بوكالة الأنباء والرئاسة يقولوا يزيدوا ويضخموا ويقولوا باللي أنجيلا ميركل راهي عبرت عن ارتياحها للشفاء تاع تبون من الكورونا فيروس، يعني وزادوا من عندهم وخيطوا. المسؤول تاع قسم الإعلام والصحافة للحكومة الفيدرالية الألمانية كذب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية ووكالة الأنباء. كذب، قال أنه السيدة ميركل اكتفت بالتعبير عن أمنيتها بالشفاء لتبون لا أكثر ولا أقل. شوفوا كيفاش دايما يحبان ما ننساوش حكاية تاع المحافظة السامية للأمم المتحدة اللي خرجوا بكذبة قبل الحملاوي وكالة الأنباء ورئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام، خرجوا بكذبة باللي راهم رفضوا وجاوهم وداروا ما عملوا ودائما يجبدوا حكايتك. وعلاش؟ لأنهم يستناو غير هاتبرك كاش ما ترضى عليهم جمعية أجنبية يربيوا في الذبان ولا يربيوا في القمل ولا كذا ويحطوا كريمة اللي تعجب النظام الجزائري. ما تجيش تلعب مع دولة، ألمانيا راهي دولة، تجي نتايا تقول رئيسة الحكومة الألمانية تقولها ما لم تقله، مسخارش. عندهم سفارة هنا، عندهم سفارة في الجزائر، تبع يراسل يقولوا اسكو صح قالت هذا الكلام هذا ولا لا. بعد يولي فيها تكذيب ويولي فيها. والمشكل، كل المشكل بالنسبة لرئاسة الجمهورية هو انه ما كانش مسؤول على الإعلام في الرئاسة. كان بلعيد محمد سعيد وزير مستشار مكلف بالإعلام في الرئاسة مرض وما زال مريض وما غيروهش. المفروض خلاص الراجل راهو مريض عنده عين فيسير ربي يشافيه إن شاء الله، غيروا نجيب واحد آخر. تبقى تخليش فراغ. مديرية الإعلام في الرئاسة ما عندهاش مدير، راهي فارغة. كل يوم كل واحد يحب يحط البيون ديالو ويترفض. كيفاش مؤسسة رئاسة الجمهورية ما عندهاش مسؤول إعلام، ما عندهاش واحد يتكلم باسمها؟ وكالة الأنباء لمن تابعة لوزارة الاتصال، وزارة الاتصال عبالنا شكون على راسها؟ على راسها عمار بالحمر، عمار بالحمر نهار كامل خابط،
يعني نقولوا الواقع هذا بينه وبين مولاي امور تخصه يشرب يدير يسكي ربي سهل عليه، ولكن كناطق رسمي للحكومه ما يقدرش يكون في هذا المنصب. هذا راجل سمعت نهار كامل هو بالويسكي في المكتب ديالو، هو بالويسكي اشرب على روحك واختي الحكومه، زيد الويسكي والزبله وليدو سلطان وليدو حكموه الاخرين يروج في الحشيش. هذا هاو الاعلام بين يدين من راهو اليوم. هاي واحد سكارجي بابات واحد يروج للزطله بالش وراه يوصل ثاني ما على بالناش شي نعرفوا انه الويسكي ما يخطيهش. وقلنا شغل ربي سهل عليه بينه وبين مولاه، شي هذه قضيه خاصه تهمه يشرب ما يشربش قضيه تهمه، واحد ما عنده الحق باش يجي باش يحكم عليه هك ولا هك، ولكن تقدرش تكون ناطق رسمي باسم الحكومه وانت نهار كامل خابط. هذا اللي نقوله، ما تقدرش تكون ناطق رسمي باسم الحكومه وانت نهار كامل خابط، وانت كل يوم تدير في الاخطاء الاعلاميه، كل يوم ما كل يوم فضيحه، ماشي اخطاء، كل يوم فضيحه. هذا هو اللي يقول سينو راه خبط على روحك، ربي سهل عليك، كل شيء تعلق من رجلها، واحد ما يحوس عليك غدوه. تامن ما تامن شغلك. شفتوا الاعلام بين يدين راهو اليوم في الرئاسه، ما كان حتى واحد، كان سي محمد السعيد حتى هو صاحب قرعه ها ثاني كيف كيف، ناس نهار كامل هي خابطه ويجوا يحكموا لك الاعلام تاع الدوله. يا عباد الله، اذا بلاك ربي بها شغلك، لكن ما تجيش تمارس مهام من هذا المسألة. الإعلام راهو سلاح ذو حدين، كيما قادر يخدمك قادر يدور عليك. الإعلام ماهوش معطي لأي واحد، ودايور سواء محمد السعيد ما عندوش اختصاص إعلام، ماهوش مختص في الإعلام، ولا عمار بالحمر اللي هو قانوني داير حقوق وداير قانون، الدكتور انا دكتوراه في الحقوق، ما عنده حتى علاقه بالاعلام باستثناء لما خدم صحفي في المجاهد وفي مجله الجيش، ومن بعد قعد يكتب دي كرونيك في سوار دارجيري وفي بعض المجلات. هذا يعني ما عندوش المام بالاعلام، ما يعرفش شنو الاعلام. الاعلام راهو علم من العلوم الانسانيه، انه كل خطوه ديرها محسوبه، لازم تكون مدروسه. هاك تفكر لو يكذبوا على رئيس حكومه بعت رسالة من الشفاء العاجل لا أكثر ولا أقل، ولا ويكسلوا فيها ويبروديو فيها، وراه يدخل إنها ارتاحت راهي مرتاحة لأنه تشافى من الكورونا. ما قالش خلاص هذا الكلام، قالك ما قلناش هذا الكلام. هذا مدير الإعلام، مدير قسم الإعلام والصحافة في الحكومة الفيدرالية الألمانية. الله يقدر الخير لبلادنا وربي يجيب لها ان شاء الله رجال ونساء اللي قادرين يخدموها بكفاءة، والكفاءات ماهيش مخصوصة في البلاد، لا في الجزائر كاين ما شاء الله كفاءات شابة وكفاءات يعني قادرة تبهر العالم، ونشوفوا راهم في كل ميادين. غير مؤخرا برك ألمانيا أعطت وسام الاستحقاق الوطني للرسامين الجزائريين، فنانين ماشي ألمانيا، عفوا إيطاليا، إيطاليا أعطت وسام الاستحقاق. في كل مرة تسمع الجزائريين يكرمون في الخارج لكفاءاتهم،
في الجزائر محقورين نحن سنابيهم. شفتوا الله يقدر الخير لبلادنا، الله يقدر الخير لبلادنا، هذا ما نتمناه لبلادنا، وان شاء الله ربي يفرج عليها وتخرج من هذه الحاله اللي راهي فيها. قولوا امين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.